هذا أول مطلب صلح تم إرساله إلكترونيا إلى الإدارة العامة للديوان التونسية، خدمة إلكترونية جديدة تم الانطلاق في استغلالها بداية من اليوم، تتيح لكافة المتعاملين إيداع ومتابعة مطالبهم عن بعد من خلال الولوج إلى الرابط الإلكتروني. عندنا خطايا مالية نتبعوا في ملفات بالأبحاث بالنزاعات بالإدارة العامة من المكتب متاعنا، نتجاوبوا معهم ونلقاو رياحية كبيرة ياسر. سهل الخدمة وسهل والرابيديتي، ما ثماش مشي وجاي وعطاير، حاجة هايلة برشا في كل شيء، حتى في الأوراق في الوقت. ويمكن لطالب الخدمة أو وكيله إدراج كافة المعطيات الشخصية والتثبت من المحضر الديواني موضوع الصلح. عندك مطلب صلح، مطلب مراجعة عرض صلح سبق وأنه أصدر له، مطلب يعني تقسيط خلاص بالتقسيط، دونك عنده مطلب رفع يد عن المحجوز، دونك عنده الخيارات برشا خيارات. هنا صار التشبيك مع مصالح وزارة الداخلية لتثبت من المعطيات هذه، نحط رقم بطاقة تعريف الوطنية. هذه المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة إدراج البريد الإلكتروني، يعني يتم إرسال رقم سري على الهاتف الجوال بتاعه، يعني بالاسماس بتقنية الاسماس، وكذلك رقم آخر عن طريق البريد الإلكتروني. مرحلة ثانية اللي هي مرحلة قلوا مرحلة المحضر، محضر الديواني اللي بش يحب يصالح فيه. الثالثة هي مشروع مطلب صلح يخرج له بش يثبت من معطيات الكل، يجي مطلب الصلح لدى الإدارة العامة للديوانة، يأخذ رقم تسجيل ويأخذ تاريخ. وبعد دراسة مطلبه من طرف المصالح المختصة بالإدارة العامة للديوانة، يمكن للمنتفع أن يتحصل على عرض مشروع الصلح عبر بريده الإلكتروني. ثم معناها ملفات يزبك أنت تثبت في المحجوز متاعك وين قبل ما تخرج عرض الصلح، تثبت في مآل القضية، نشوفوا احنا نثبتوا في مآل القضية وين وصلت في القضاء، خاطر كل مرحلة متاع قضاء عندها خصوصيتها في الصلح. المطلب هذاك ثم يتم عرضه على اللجنة، سواء لجنة مركزية أو اللجان الجهوية للصلح، بدفع المبالغ المطلوبة في العرض هذاك، ووقتها يتحصل على عريضة الصلح ويستظهر بها القضاء. ومن المنتظر استكمال رقمنة كافة إجراءات منظومة الصلح وفق مدير إدارة النزاعات خلال شهرين، حتى يتسنى لطالب الخدمة تسوية وضعيته في أقرب الأجال.